طبعا بعد انتهاء شهر رمضان المبارك بيكون دايما كتير من المسلمين عليهم أيام يقضوها سواء رجال أو نساء لأعذار مختلفة يعني. فالسؤال بيتوارد للذهن، هل نقضي هذه الأيام الأول، نقوم بقضاء هذه الأيام، ولا نصوم الست أيام من شوال؟ وما حكم صيام الست أيام من شوال؟ وما فضل هذه الأيام أيضا؟ وما هذه المسائل، بعض أحكام قضاء الأيام وما إلى ذلك. خلينا نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عصام تليمة من علماء الأزهر الشريف. أهلا بك دكتور. أهلا وسهلا بك أستاذ المشاهدين الكرام. أهلا بك دكتور. يعني أيام يجب قضائها في رمضان، والآن أيضا نريد أن نصوم الست أيام من شوال، فأيهما أولى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد. عليه الصلاة والسلام. الحقيقة أن الشرع الإسلامي يريد من المسلم ألا تنقطع صلته بالعبادات أو بالعبادة ربي سبحانه وتعالى. الإنسان يخرج من الطاعة إلى طاعة، من العبادة إلى العبادة ولو بمستوى أقل، لأن رمضان أشبه بموسم أوكازيون كبير، تنزيلات كبرى أو فرصة عظمى للناس في المغفرة والطاعة، لذلك فتضاعف فيها الأعمال والطاعات، فالناس تصوم 30 يوم 29 يوم شهرا كاملا، ويصلون يوميا تراويح، وثم في العشر الأواخر التهجد، وتزداد الصدقات، وتزداد زكاة الفطر، وكل هذه الطاعات هي مركزة في هذا الشهر. لكن ليس معنى ذلك أن الإنسان بعد انتهاء رمضان ينقطع عن الطاعة والعبادة، ولذلك رب رمضان رب شوال رب شهور كلها، ولذلك يريد الشرع ألا تنقطع صلتك بعبادة الله عز وجل أو بالطاعة. فإذا كان صوم رمضان هو فرض عليك، جعل لك الشرع بعد ذلك ست من شوال لتجعلك على صلة مرتبطة بالعبادة. ولذلك في الحديث من صام ستة من شوال يعني مع رمضان كأنما صام الدهر كل العام كله يعني. لماذا؟ لأن رمضان 30 يوم والحسنة بعشرة أضعاف اليوم بعشرة، يعني يبقى 360 ست أيام 360 اللي هو عدد أيام السنة بوجه عام، فيبقى كأن الإنسان صام العام كله كأجر وطاعة من الله عز وجل. فالمستهدف أو الهدف من صوم ست من شوال، الحديث ثم أتبعه ست من شوال، هنا المقصود بذلك استمرار الطاعة وعلامة قبول الطاعة الطاعة بعدها، يعني علامة قبول إن العمل قبل منك ومنك والحسنة الحسنة تبعها، وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. إذا كان بعد السيئة إذا قمت بالحسنة بعدها محتها، فما بالك بالسيئة بعد بالحسنة بعد الحسنة، معناها القبول وزياد الأجر وزياد المثوبة من الله عز وجل. فهنا شرع الإسلام للإنسان أن يصوم ستا من شوال بعد صوم رمضان. طيب حكم هذه الست من شوال سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعض الفقهاء ذهب إلى أنها لا ليست سنة، بل يعني تكره حتى لا يربطها الناس بأنها أو لا يذهب الناس إلى فرضيتها. لكن طبعا هذا كلام لا يصح، يعني لأني نفس الحالة في التراويح النبي صلى الله عليه وسلم قال حتى لا تفرض، لكن ظل الناس يحرصون عليها وهم يعلمون أنها ليست فريضة. نعم لو عفى عن الناس زمن ونسي الناس أنها سنة فوقعوا في أنها فريضة وزادوا في شرع الله ما لم يزده الله عز وجل والشرع، هنا يأتي دور العلماء. ولذلك نجد في الأحكام المهمة في الصيام مثلا، متى يكون الصيام مندوبا ومستحبا بل واجبا على شخص في عند الرخصة؟ يعني اختلف الفقهاء في قضية الرخصة للمسافر، لو أن مجموعة من الناس سافروا، السفر هنا رخصة للفطر. أيوة. فمن يأخذ برخصة ومن لا يأخذ؟ قالوا هناك حالات يجب أن تأخذ بها، مثلا حالات الجهاد، القتال، النضال، واحد في الجيش وهناك حرب. طبعا أداؤك مفطر يختلف عن أدائك صائم، ولذلك في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالإفطار هناك، الناس تشددوا فقال أولئك العصاة لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. السفر نفس الحال،
الاصل الناس تصوم او تفطر وانت يعني حر، على خلاف بين الفقهاء والاصوليين بين وجوب الاخذ بالرخصه ام الاستحباب. تمام. طب متى هنا؟ قالوا اذا كان بين الناس عالم وسيدور بين الناس ان الافطار في السفر ليس رخصه. هنا ده قضيه ايه؟ ان احنا لو ذهب الناس لان الصيام من ست من شهر فريضه يبقى الناس تقول لا يا جماعه هي مجرد سنه. نفس الحاله في قضيه الرخصه لو مسافرين او عند بيان الحاله والناس ذهبوا الى حال اشد او حال فيه تسيب، هنا ياتي العالم ليرد الامر الى ميزان الطرف. فهنا يبقى فطر العالم مطلوب لانه سيكون قدوه بين الناس. حينما ناقش العلماء قضيه الاصرار بالصدقه قالوا متى يجوز الاعلام بالصدقه؟ يجوز اذا كان من باب تشجيع الناس. نفس الحال الاصل ان الناس يا جماعه باللي متبرع لحد الناس تحط في الصندوق. طب لو انا شخصيه معروفه والناس ستقلدني وتتاسى بي فقلت يا جماعه انا علي بألف جنيه 10,000 جنيه، هنا في اغنياء مثلي او مشايخ او قدوات او رموز سيتاثروا وهيبقى ده دافع للتحفيز، هنا يجوز الاعلام بالايه؟ بالطاعه. فقضيه حكم الفقهاء لما قالوا والله لا ده يعني مكروه نخشى ان يكون في ذلك ما يجعل الناس تخشى تجعله فريضه، تم يعني الفقهاء وجهه نظرهم وقتها الخوف من هذه المساله. اذا انتفى هذا الخوف فالاصل في ذلك انها سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال عليه الصلاه والسلام. طيب نصوم الست من شوال ولا نقضي اللي علينا الاول؟ السؤال المتكرر بتاع كل سنه. ايوه الأصل أن الإنسان المسلم في هذه الحالة أن يستمتع بالطاعة في زمانها. كل طاعة لها زمنها. يعني أنا داخل المسجد بدري قبل الأذان توضيت عندي تحية مسجد وعندي سنة الوضوء تمام؟ أؤدي كل حاجة من دول براحتي لي عندي وقت. طب لو أنا داخل المسجد توضيت ودخلت المسجد وعندي السنة القبلية بتاعة صلاة من الصلوات والوقت اللي قبل الإقامة يدوب هو على قده خلاص أجمع كل هذه السنن مع بعضها، لكن الأصل أن يعيش المسلم لذة الطاعة بحالها. النهاردة الشوال معدود عندنا أيام يحرم فيها الصوم يوم العيد. طيب ما بعد العيد؟ أيام التشريق يعني ممنوع. ما بعد ذلك أصوم. هي قد إيه؟ 29 يوم 28 يوم بالشهر كامل يعني. طيب أنا الأولى أعمل إيه؟ إذا أنا على نية القضاء ومرتب نفسي هقضي، ثم اللي بيصوم السنن مش هيفرط في الفرائض. فلو أنت قلت والله أبدأ الأول باللي علي، طب بدأت تعبت جالك ظروف خلص شوال دول ستة من شوال مش هينفع ولا في ذو القعدة ولا في ذو الحجة. إلا على مذهب من يجيز قضاء السنن. خلاص؟ لكن الأصل إيه؟ لا يعني ستة من شوال يبقى أتبعها بستة من شوال. الأصل هنا إيه؟ هنا يجوز في هذه الحالة أن أقدم السنة على القضاء لأني أنا ناوي القضاء. خلاص؟ لا مانع لا بأس لا حرج في ذلك شرعا. طب أنا لا مش ضامن وقتي ولا ظروفي ولا أموري. ويا دوب بالعافيه هصوم اللي عليا خلاص في هذه الحاله يبقى ببدا ب لو انا ضامن ان انا هصوم اكتر براحتي ابدا بالقضاء عليا 5 ايام 6 ايام والسته الباقيين يعني 11 يوم في خلال شهر مش حاجه كثيره بالنسبه للايه؟ لحد ناوي يقضي ويصوم. لا مش هقدر اجمع الاثنين يبقى ابدا بالسته من شوال ثم اوزع الايام، خاصه ان ايام القضاء مش مطلوبه على بعض. عشان نفهم الحكايه دي. ايام القضاء واحده عليها 10 ايام هتوزعهم على شهرين ثلاثه لا مانع. لان التتابع ليس شرطا في القضاء. عشان بس ايه؟ نفهم الحكايه دي. فبما ان التتابع مش شرط اذا عندي محبوحه ومساحه من الزمن في اني اخر ما دمت واحد يقول لك طب انا ضامن عمري ما دمت على نيه القضاء يبقى تدور في ان انما الاعمال بالنيات. وفي الحديث من اخذ اموال الناس يريد اداءها ادى الله عنه ومن
أخذ أموال الناس يريد إهلاكها أهلكه الله. فالمعول هنا على نية الإنسان، نيتك أنك تريد أن تقضي تمام، وأنك بادرت بالسنة لأنها موقوتة بزمان معين، عبادة محددة بزمان محدد. طب المطلوب مني، مطلوب في هذه الحالة إذا أنت يعني يسر الله عز وجل لك قضية أنك أنت تصوم الستة ثم تقضي، لا مانع خلاص، لا قضية أن احنا نبدأ. في رأي آخر لو سيضيق بك الأمر، الجمع بين النيات أن تقضي أو تصوم الست من شهر بنية القضاء معه، فتجمع بين السنة والقضاء. بس ده يمشي دكتور يعني إيه؟ نعم على رأي عدد من الفقهاء يجوز شرعا الجمع. هناك من يمنع ذلك لأني لا يلتقيان سنة وفرض، مش سنتين مع بعض، لا. ومنهم من يجيز في هذه الحالة أن يقضي الإنسان بنية الصوم، لكن الأولى والأفضل إيه؟ أن تحصل على الأجرين منفصلين، ده الأفضل. تعذر ذلك خلاص يعني تصوم الستة لو بعدين القضاء، تعذر مش هتقدر، والصيام بيتعبك، خلاص اجمع بين النيات والله عز وجل يعفو عنا وعن الجميع. اللهم امين. طب هنا دكتور طبعا كان في اسئله يعني في رمضان جات لنا كتير على ان بعض الاخوات عليهم ايام من رمضانات سابقه كتير، يعني تعدي شهرين ولا حاجه، والان بعد انتهاء رمضان ازاي بقى لو واحده عليها عدد ايام كبير تقضي هذه الايام في هذه الفتره الجايه؟ اذا كانت هي بالخيار، اذا كان القضاء اطول واصعب عليها لظروف معينه مش لاهمال منها، انما في ناس تطنش تصهي ولا عندها ظروف وبعدين يتنسي، فايه لا ده انا عندي 7-8 رمضانات، لا ده معناه في اهمال، معناه يقضي يعني الا اذا تعذر عليه ذلك. طيب لا ده ما كانش اهمال، اللي تعب بترضع بتصوم حامل مثلا، يبقى في هذه الحاله تطعم عن هذه الرمضانات اللي قبل رمضان اللي فات ده، الفائت ده تقضي اذا كان عندها قدره على القضاء. يعني تقضي واحد بس واللي قبل الواحد ده تطلع عنه، تطلع تطعم عنه، لان اللي واحد ده قريب يعني، واذا صحتها تستحمل، انما لو هي مثلا لا لازالت عندها نفس الظروف في هذه الحاله، ولا تضمن ان رمضان اللي جاي من هنا رمضان اللي جاي الظروف تتحسن للقضاء، يبقى معناها في هذه الحاله يبقى ففدية طعام مسكين. اي نعم. طب هنا دكتور ايضا يعني يمكن يسال احد الاخوه السريين يقول يعني الاعمار بيد الله، لو انا صليت يعني قصدي صمت الست ايام وهم سنه وما زال علي بعض الايام الفرض في رمضان ثم توفاني الله عز وجل، هل هذه الأيام تجبر أيام السنة تجبر أيام الفرض، ولا يعني الله يعفو في هذه الحالة، ولا كيف الوضع يعني؟ حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمرء يؤجر بنياته، إنما الأعمال بالنيات. هو نوى القضاء خلاص، زي واحد عايز يحج خلاص وجمع القرشين وكل التفاصيل والدنيا وخد الفيزا ومات، ايه الحكم؟ ايوه خلاص، كمن مات وهو في الحج يبعث ملبيا كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في الحديث، ان يعني ونزل بسبب ايه، كان هناك رجل من بني ليث وكان قد امن مع الصحابه في مكه وجاءت الهجره ولكنه كان مريضا، المرض اللي عنده مرض مقعد ما يقدرش يتحرك، فأراد الهجرة، والصحابة قالوا له قد عفى الله عنك يعني مرض موت يعني، فقال يعني أنا لا أستطيع الحراك بنفسي لكن أستطيع أن أستأجر رجالا يحملونني، فاستأجر 4 رجال لحمله للهجرة شايلينه بسريره. فهاجر وهو في منتصف الطريق أدركته الوفاة، يعني اختلف الفقهاء في قضية الرخصة للمسافر، لو أن مجموعة من الناس سافروا، السفر هنا رخصة للفطر. أيوة. فمن يأخذ برخصة ومن لا يأخذ؟ قالوا هناك حالات يجب أن تأخذ بها، مثلا حالات الجهاد، القتال، النضال، واحد في الجيش وهناك حرب، طبعا أداؤك مفطر يختلف عن أدائك صائم، ولذلك في إحدى غزوات النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الناس بالإفطار هناك، الناس تشددوا فقال أولئك العصاء لأنهم عصوا أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم،
السفر يصل الحال. الاصل ان تصوم او تفطر وانت يعني حر، على خلاف بين الفقهاء والاصوليين بين وجوب الاخذ بالرخصه ام الاستحباب. تمام. طب متى هنا؟ قالوا اذا كان بين الناس عالم وسيدور بين الناس ان الافطار في السفر ليس رخصه. هنا ده قضيه ايه؟ ان احنا لو ذهب الناس لان الصيام من ست من شهر فريضه، يبقى الناس تقول لا يا جماعه هي مجرد سنه. نفس الحاله في قضيه الرخصه لو مسافرين او عند بيان الحاله، والناس ذهبوا الى حال اشد او حال فيه تسيء، هنا ياتي العالم ليرد الامر الى ميزان الطرف. فهنا يبقى فطر العالم مطلوب لانه سيكون قدوه بين الناس. حينما ناقش العلماء قضيه الاصرار بالصدقه قالوا متى يجوز الاعلام بالصدقه؟ يجوز اذا كان من باب تشجيع الناس. نفس الحال الاصل ان انا الناس يا جماعه باللي تبرع لحد الناس تحط في الصندوق. طب لو انا شخصيه معروفه والناس ستقلدني وتتاسى بي، فقلت يا جماعه انا علي ب 1000 جنيه 10000 جنيه، هنا في اغنياء مثلي او مشايخ او قدوات او رموز سيتاثروا، وهيبقى ده دافع للتحفيز. هنا يجوز الاعلام بالايه؟ بالطاعه. فقضيه حكم الفقهاء لما قالوا والله لا ده يعني مكروه، نخشى ان يكون في ذلك ما يجعل الناس تجعله فريضه، كما يعني الفقهاء وجهه نظر وقتها الخوف من هذه المساله. اذا انتفى هذا الخوف فالاصل في ذلك انها سنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام الست من شوال عليه الصلاه والسلام. طيب نصوم الست من شوال ولا نقضي اللي علينا الاول؟ السؤال المتكرر بتاع كل سنه. ايوه. الاصل ان الانسان المسلم في هذه الحاله ان يستمتع بالطاعه في زمانها. كل طاعه لها زمنها. يعني انا داخل المسجد بدري قبل الاذان، توضيت، عندي تحيه مسجد وعندي سنه الوضوء، تمام، ادي كل حاجه من دول براحتي لي عندي وقت. طب لو انا داخل المسجد توضيت ودخلت المسجد وعندي السنه القبليه بتاعه صلاه من الصلوات والوقت اللي قبل الاقامه يا دوب هو على قده، خلاص اجمع كل هذه السنن مع بعضها. لكن الاصل أن يعيش المسلم لذة الطاعة بحالها. النهاردة الشوال معدود، عندنا أيام يحرم فيها الصوم يوم العيد. طيب ما بعد العيد؟ أيام التشريق يعني ممنوع. ما بعد ذلك أصوم. هي قد إيه؟ 29 يوم 30 28 يوم مش شهر كامل يعني. طيب أنا الأولى أعمل إيه؟ إذا أنا على نية القضاء ومرتب نفسي هقضي، ثم اللي بيصوم السنن مش هيفرط في الفرائض. فلو أنت قلت والله أبدأ الأول باللي علي، طب بدأت تعبت جالك ظروف خلص شوال، دول ستة من شوال مش هينفعوا لا في ذو القعدة ولا في ذو الحجة، إلا على مذهب من يجيز قضاء السنن. خلاص. لكن الأصل إيه؟ لا يعني ستة من شوال يبقى أتبع بست من شوال. الأصل هنا إيه؟ هنا يجوز في هذه الحالة أن أقدم السنة على القضاء لأني أنا ناوي القضاء، خلاص لا مانع لا بأس لا حرج في ذلك شرعا. طب أنا لا مش ضامن وقتي ولا ظروفي ولا أموري، ويدوب بالعافية هصوم اللي علي خلاص. في هذه الحالة يبقى ببدأ ب لو أنا ضامن أن أنا هصوم أكتر براحتي أبدأ بالقضاء عليها خمس ايام ست ايام، والسته الباقيين يعني 11 يوم في خلال شهر مش حاجه كثيره بالنسبه للايه؟ لحد ناوي يقضي ويصوم. لا مش هقدر اجمع الاثنين، يبقى ابدا بالست من شوال ثم اوزع الايام، خاصه ان ايام القضاء مش مطلوبه على بعض. عشان يفهم الحكايه دي. ايام القضاء واحده عليها 10 ايام هتوزعهم على شهرين ثلاثه لا مانع. لأن التتابع ليس شرطا في القضاء. عشان بس إيه؟ نفهم الحكاية دي. فبما إن التتابع مش شرط، إذا عندي محبوحة ومساحة من الزمن في إني أأخر ما دمت واحد يقول لك طب أنا ضامن عمري، ما دمت على نية القضاء يبقى تدور في إن إنما الأعمال بالنيات. وفي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن
من أخذ أموال الناس يريد إهلاكها أهلكه الله. فالمعول هنا على نية الإنسان، نيتك أنك تريد أن تقضي تمام، وأنك بادرت بالسنة لأنها موقوتة بزمان معين، عبادة محددة بزمان محدد. طب المطلوب مني، مطلوب في هذه الحالة إذا أنت يعني يسر الله عز وجل لك قضية أنك أنت تصوم الستة ثم تقضي، لا مانع خلاص، لا قضية أن احنا نبدأ. في رأي آخر لو سيضيق بك الأمر الجمع بين النيات، أن تقضي أو تصوم الست من شهر بنية القضاء معه، فتجمع بين السنة والقضاء. بس ده يمشي يا دكتور يعني؟ نعم على رأي عدد من الفقهاء يجوز شرعا الجمع. هناك من يمنع ذلك لأني لا يلتقيان سنة وفرض، مش سنتين مع بعض، لا. ومنهم من يجيز في هذه الحالة أن يقضي الإنسان بنية الصوم، لكن الأولى والأفضل إيه؟ أن تحصل على الأجرين منفصلين، ده الأفضل. تعذر ذلك خلاص يعني تصوم الستة لو بعدين القضاء تعذر وشهر والصيام بيتعبك، خلاص اجمع بين النيات والله عز وجل يعفو عنا وعن الجميع. اللهم امين. طب هنا دكتور طبعا كان في اسئله يعني في رمضان جات لنا كتير على ان بعض الاخوات عليهم ايام من رمضانات سابقه كتير، يعني تعدي شهرين ولا حاجه، والان بعد انتهاء رمضان ازاي بقى لو واحده عليها عدد ايام كبير تقضي هذه الايام في هذه الفتره الجايه؟ اذا كانت هي بالخيار، اذا كان القضاء اطول واصعب عليها لظروف معينه مش لاهمال منها، انما في ناس تطنش تصهي ولا عندها ظروف وبعدين يتنسي، فايه لا ده انا عندي 7-8 رمضانات، لا ده معناه في اهمال، معناه يقضي يعني الا اذا تعذر عليه ذلك. طيب لا ده ما كانش اهمال، اللي تعب بترضع بتصوم حامل مثلا، يبقى في هذه الحاله تطعم عن هذه الرمضانات اللي قبل رمضان اللي فات ده، الفائت ده تقضي اذا كان عندها قدره على القضاء. يعني تقضي واحد بس واللي قبل الواحد ده تطلع عنه، تطلع تطعم عنه، لان اللي واحد ده قريب يعني واذا صحتها تستحمل، انما لو هي مثلا لا لازالت عندها نفس الظروف في هذه الحاله ولا تضمن ان رمضان اللي جاي من هنا رمضان اللي جاي الظروف تتحسن للقضاء، يبقى معناها في هذه الحاله يبقى ففديه الطعام مسكين. اي نعم. طب هنا دكتور ايضا يعني يمكن يسال اخ احد الاخوه السالين يقول يعني الاعمار بيد الله، لو انا صليت يعني قصدي صمت الست ايام وهم سنه وما زال علي بعض الايام الفرض في رمضان ثم توفاني الله عز وجل، هل هذه الأيام تجبر أيام السنة تجبر أيام الفرض، ولا يعني الله يعفو في هذه الحالة، ولا كيف الوضع يعني؟ حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، والمرء يؤجر بنياته، إنما الأعمال بالنيات. هو نوى القضاء خلاص، زي واحد عايز يحج خلاص وجمع القرشين وكل التفاصيل والدنيا وخد الفيزا ومات، ايه الحكم؟ ايوه خلاص، كمن مات وهو في الحج يبعث منبيا كما قال صلى الله عليه وسلم عليه الصلاه والسلام في الحديث، ان يعني ونزل سبي ايه، كان هناك رجل من بني ليث وكان قد امن مع الصحابه في مكه وجاءت الهجره ولكنه كان مريضا، المرض اللي عنده مرض مقعد ما يقدرش يتحرك، فأراد الهجرة، والصحابة قال له قد عفى الله عنك يعني مرض موت يعني، فقال يعني أنا لا أستطيع الحراك بنفسي لكن أستطيع أن أستأجر رجالا يحملونني، فاستأجر 4 رجال لحمله للهجرة شايلينه بسريره. فهاجر وهو في منتصف الطريق أدركته الوفاة، فجلس على فراشه يعاهد الله عز وجل يتمم بيعته، فقال اللهم إن هذه لك، اللهم إن هذه لرسولك، اللهم إني على العهد، وقبض. والصحابة بكوا وظنوا أنه يعني سيأخذ أجر نصف هجرة، فنزل قوله تعالى في سورة النساء ومن يخرج من بيته مهاجر إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. صحة سبب النزول أم لا، لكن الآية طبعا العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. أي نعم.
فهنا بدأت الإنسان عليها معول كبير. يعني لو أن إنسانا مثلا جاءت أخت الزوجة ولا جاءت امرأة جميع عندهم فنامت عندهم فنام معها على أنها واحدة أجنبية وطلعت مراته، لا يقام عليه حد، بس إيه أخذ ذنب الزنا، وزر الزنا أخذها، طبعا مراته هو بس كان يفعي وهو بيجامع على أنها أجنبية. فهنا نية الإنسان مهمة جدا، نوايا الإنسان والحديث أني الناس أحد أربعة: من أعطاه الله المال فسلط على هاته الحق، ومنهم من لم يؤت المال يقول لو أن لي مال فلان لفعلن كذا وكذا. قال صلى الله عليه وسلم: فهما في الأجر سواء، لأن النية نية صادقة عن عزم.